مؤسس عبد العثمان. مؤسس الحزب ربنا 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 سي احمد عثمان. لا ما عقلتش. بلاد ما عرفتوش انا عاد احمد عثمان الاستاذ ديالنا الاستاذ احمد عثمان. صراحه ما اعتقد هذا سؤال شويه خانتني الذاكره. 78 تقريبا. ما عرفتش في سنه 1977 الحزب الوطني الاحرار جاب واحد الفكره جديده، جاب واحد الفكره اللي مازالوا الاحزاب الاخرين يعني واخا قالوها نقولوا عنهم ما خرجوهاش للواقع. شنو هي هذه؟ اننا دمجنا شبابنا، الشباب كيف ما كان دمجنا الشباب يعني شجعناه عطيناه فرصه انه يتكلم. ذاك الشاب كان ساكت كان ما يقدر يتكلم، كان يتكلم كيف كيقولوا يخبطوه. جلوس الحزب كما قلت لك هذه اول مره خصنا نتعرفوا عليه، نتعرفوا على الحزب. حزب وسط، حزب اللي جا كيقطع مع القطبيه الحزبيه اللي عرفها، مع القطبيه السياسيه اللي عرفها المجتمع المغربي. سنحدد من مجموعه من الامور ومنها المرجعيه والتي يعني نرتكز فيها على الديمقراطيه الاجتماعيه. الحزب يعمل على دعم الفئه الشابه والنساء. حزب كيتبنى الليبراليه، الليبراليه والاجتماعيه. ايديولوجيات الحزب كتبان لي انا هي خصوصا مهتمه بالشباب، اللي هي ليبراليه تعتمد على الديمقراطيه الحداثه. التوجه ما عرفتش من ناحيه، من اي ناحيه؟ انا تنجو بحزب التجمع الوطني الاحرار مهتم بالشباب حيت تعتبره هو اللي غيحمل المشعل المستقبل. ليبرالي مزوار. سي اخر رئيس، رئيس واش كاتب، كاتب عام؟ لا الاخير تقريبا مزوار. لا لا حتى هذه اوكين ايدي. هو السي صلاح الدين مزوار. اش غنقول لكم هذا سؤال صراحه صعيب عليا. هو صلاح الدين مزوار. هو السي صلاح الدين مزوار. العزيز خنوش. سي مصطفى المنصوري. لا كاين منصوري اللي مقبل منو ما عرفتوش. سي مصطفى المنصوري.